أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها شاحنة تقتحم محطة وقود بوبيوزكارن وتخلف قتلى ومصابين ولن إلى تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الإشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو شهدت جماعة بويزكارن إقليم كلميم الإثنين حادثة مروعة إثر إقتحام شاحنة من الوزن الثقيل محمل بالاسمنت ومواد البناء لمحطه الوقود وسط المدينه و... ونقلت مصادر محليه ان الحادث خلف وفاه سائق الشاحنه وسائق سياره كانت مركونه بمحطه الوقود فيما اصيب شخصين اخرين بجروح متفاوته الخطوره وتبين ان الاسباب وراء الحادث وقوع خلل في الفرامل حسب المعطيات الاوليه وشهود عيان بمكان الحادث